بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. سبحانك اللهم لنا إلا ما علمتنا إنك سميع حكيم. إخوان، مرحبا بكم في سيستم فورماسيون اوتو ميكانيك سيستم اوتوماتيزي. ودابا وصلنا لآخر بارتي في السيمي كوندكتور، ألا وهي ريجيلاتور مونوليتيك. دونك قبل ما نبداو في هذا الفيديو هذا، كنبغي نبارك لكم العواشر ديال رمضان الكريم، وكنقول لكم مبروك عواشركم وتقبل الله صيامكم وقيامكم، وكان صدر لكم على التاخير. والله ساكن شي ظروف اللي هي الاكسترين تعطل عليكم وما كراش نكمل لكم تسمي كونديكسيون بنوماتيك اللي طالع بزاف. غير واحد التذكير بالنسبه للالكترونيك دو بوسونس اللي كيطلبوا بزاف ديال الطلبه. انا كنصحكم بواحد الاخ وصديق عزيز عليا بزاف اللي هو مروان الناصيري، حتى هو دار واحد الفورماسيون ديال السومي كونديكسيون. راه بدا بالفيديو ديال تيري ستور، لو كنا غادي نحط لكم الرابط ديالو في تحت اسفل الفيديو باش تحاولوا تخدموا معاه. وراه هو غادي يكون راه الاشاره ديالكم، واي سؤال طرحتوه ليه الا غادي يحاول يجاوبكم عليه. دونك نتمنى انكم تستافدوا منه، لانه تبارك الله راه كفء ومعطاء وجد متواضع. دونك حاولوا انكم تستافدوا من هذا الشخص هذا، لانه يقدر يفيدكم بزاف. وكنوجه ليه تحيه كبيره من هذا الفيديو هذا. دونك غادي نكملوا الفيديو ديال ريغولاتور مونوليتيك. دونك كيف ما قلنا، ريغولاتور مونوليتيك هي اخر مرحله في السومي كونديكتور. في الاول اول حاجه خدمنا هي الرودريسمون. حاولوا نديروا واحد التوضيح بالنسبه لما كيكون عندنا السينيال الترناتيف. درنا الرودريسمون يا اما سامبل الترنونس مره بوزيتيف مره نيجاتيف، او بيان رودريسمون دوبل الترنونس. من الرودريسمون شنو كيجي؟ كيجي الفلتراج. الفلتراج شنو كيدير؟ هاد البارتي دابا ملي كيتشارجا كيتشارجي الكوندونساتور. دونك هو ما كيخليش يهبط زيرو، كيبقى هو شاد واحد المده. ان فوا كيبغي يهبط كيعجب يتشارجي تاني انسي دو سويت. دونك هو ما كيخليش يقع زيرو. كتجي اخر بارتي فهاد السومي كونديكسور اللي هي ريغولاتور دو طونسيون. هاد ريغولاتور دو طونسيون ما كتخليش بحال هكا، كتخليه كونتيني. دونك فوالا، هذا هو طونسيون طونسيون في سورتي، كتخليه كونتيني. دونك في الاول كان عندنا الترناتيف، اخر مرحله اللي هي ريغولاتور طونسيون كتخليه لينا كونتيني. دونك هذا هو لو رول ديال ريغولاتور دو طونسيون. دونك غادي نحاول نخدم ليكزيرسيس اللي كيتعطاو في الامتحانات، وغادي تركزوا عليهم مزيان، لان خاصها تكون واحد الامتحان واحد التمارين اللي هما جد مهمين. اول تمرين غادي يكون ساهل، غادي نحاولوا نعرفوا شويه لاباس، ونشوفوا التمرين الثاني والتمرين الثالث. راه هما اللي مهمين بزاف، حاولوا تركزوا عليهم لان يقدروا يتعطاو في ليكزامان. دونك نبدا باول اكزيرسيس. عندنا ترانسفورماتور، عندنا بوان دو كريتس او بيان رودريسمون دوبل الترنونس، عندنا دو كوندونساتور ديال الفلتر سي 1 اي سي 2 كديك سي 3، عندنا دو ديود اون سيري دي 1 دي 2، عندنا ريغيلاتور دو طونسيون ريفيرونس 78 12. فوالا، هاد الطونسيون دو سورتي اي ان. دونك بالنسبة للسؤال قال لك كيل لا طونسيون دو سورتي ساشان كو لا طونسيون ديريكت دي ديود في تي ايكال 0.6. دونك طونسيون ديال الديود هو 0.6، يعني جوج غنضربو جوج فوا 0.6 هي 1.2. دونك دابا هما شنو طالبين منا؟ طالبين منا طونسيون دو سورتي. طونسيون دو سورتي اي ام شنو كيساوي ليا؟ كيساوي ليا اي بي ام بلوس اي ا بي. اي ام اللي هو طونسيون دو سورتي كيساوي اي بي ام بلوس اي ا بي. بالنسبه لاي بي ام هو طونسيون ديال دو ديود اللي هو جوج في تي بلوس بي ا بي. ها اوكي، ده بالنسبه لهذه فوم عندنا 0.6 زائد 0.6 اللي هي 1.2. مي اي ا بي شحال كتساوي؟ هاد طونسيون دو سورتي في الريغيلاتور دائما كيكون راه معطي في الريغيلاتور، ومن كنجيبو كنجيبو من هاد الريفيرونس. اذا دائما هاد الريفيرونس ديال الريغيلاتور كتكون فواحد الربع ديال لي نومبر، ربع ديال الارقام. هادوك جوج ارقام الاخرين راه هو الطونسيون دو سورتي. دونك دابا هنا عندنا الطونسيون دو سورتي ديال هاد الريغيلاتور كيساوي ليا 12 فولت. دونك هاد الطونسيون اي ا بي ديال الريغيلاتور كيساوي ليا 12 فولت. واضح؟ دونك طونسيون اي ا ام ايكال كو ايكال 13.2 فولت. اذا المعلومة اللي نستافدو منها هو ان هاد الريغيلاتور دائما كتكون فيه واحد الريفيرونس ديالو هو 78 12 ولا 78.05. المهم هاداك داك جوج ارقام الاخرين راه هو الطونسيون دو سورتي. دونك بالنسبة باش نخرج انا الطونسيون
طونسيون سورتي ديال ريغيلاتور، اما طونسيون سورتي ديال السيركوي راه هما اللي طالبين كان طونسيون سورتي ساشان كو طونسيون ديالك ديال الديود. وعطيك طونسيون ديال الديود في دي كيساو 06 وهذه كذلك في دي كيساو 06، دونك لا سوم ديالهم هي 1,2. وهاد طونسيون سور ديال ريغيلاتور اي ا بي هي 12 فولت، دونك 12 فولت بلس 1,2 ايغال طونسيون سورتي ديال السيركوي اللي هي 13,2 فولت. دونك نتمنى الشرح يكون واضح. نجي ندير هنا الواد مايل او هنايا يو ا بي وهنايا اي ا ام، كيف ما كتشوفوا هنا السهم طالع وهنايا طالع وهذا اي ا ام. دونك اي ا ام كيساوي يو ا بي بلس يو ا بي بلس اي ا ام، اي ا ام ايغال يو بي ام بلس اي ا بي. هاي لو بوان ا لو بوان بي لو بوان ام. دونك نظن الشرح راه واضح. غندوزو ليكزيرسيس نيميرو 2 كي لا اوتيل عليكم. دونك نشوفو ليكزيرسيس نيميري دو كدا كاتنا واحد البون دو كريت ولا رودريسمون دوبل الترنونس. اون دو كوندونساتور ديال فلتر سي 1 اي سي 2، اون ريغيلاتور دو طونسيون ريفيرونس 78 12، اون ريزيستانس اون باراليل مع هاد ريغيلاتور، اون كذلك كوندونساتور سي 3. فوالا هاد طونسيون سورتي ديالاش ديال السيركوي. دونك نتعرفو على لي كيسيون. بروميير كيسيون قولك كيلا لا طونسيون دو سورتي، دونك هنا خاصكم تجاوبو لي شحال طونسيون سورتي دي ريغيلاتور. هو 12 فولت ها هو راه معطي عندنا 78 12، اذا الطونسيون سورتي هو 12 فولت. هادي باينه. دونك طونسيون سورتي يو اس ايغال 12 فولت. كيسيون 2 قال لك كالكلي لا طونسيون ديفيرونسيال اي ديفيرونسيال ساشون كو لا طونسيون اي ام ايغال 18 فولت. عطينا هاد طونسيون اي ام، اي ام ايغال 18 فولت. هما شنو باغيين؟ باغي طونسيون ديفيرونسيال. شنو هو الطونسيون ديفيرونسيال؟ هو الطونسيون اونتر بون اي ا بي، هو ديال ريغيلاتور. واضح؟ دونك هنايا راه عاطين اي بي ام، انا ما نقلش لي دوني مزيان. هذه لا طونسيون اي بي ام، فوالا لو بوان بي، فوالا لو بوان ام. هذه هي طونسيون اي بي ام وهي طونسيون اي ا ام. دونك عندنا اي بي ام ايغال اي ا ام بلس اي ديفيرونسيال. اون اي بي ام ايغال اي ديفيرونسيال بلس اي ا ام. حنا باغيين اي ديفيرونسيال ايغال كوا؟ ايغال اي بي ام موا اي ا ام. اي بي ام عندنا اللي هي 18 موان اي ا ام. اي ا ام هي طونسيون سورس، طونسيون سورس ايغال كو؟ ايغال 12 فولت. دونك 18 موان 12 ايغال 6 فولت، سي لا طونسيون اي ديفيرونسيال. واضح؟ دونك غادي نعاود كالكلي لا طونسيون ديفيرونسيال ساشون كو لا طونسيون اي بي ام ايغال 18 فولت. عطينا طونسيون اي بي ام كيساوي 18، وهنا عندنا اللي درنا المايل هنايا عندنا اي بي ام كيساوي اي ا ام بلس اي ديفيرونسيال، يعني طونسيون ديال ريغيلاتور بلس طونسيون سورسي كيساوي طونسيون اي بي ام. دونك طونسيون ديال ريغيلاتور كيساوي ليا اي بي ام موا اي ا ام. اي بي ام عطاوها لينا كتساوي 18 فولت، و اي ا ام هي طونسيون سورسي عندنا في الريغيلاتور اللي هو 12 فولت. دونك 18 ناقص 12 كتساوي لي 6 اللي هو الطونسيون ديال ريغيلاتور. هادي راه واضحه. ونشوفو كيسيون 3 كالكيلي لا ريزيستانس ار اي سا بويسونس ديسيبي بوغ افوار ان كورون دو سورتي دو 3 امبير. ودابا حنا باغيين لا ريزيستانس ار وباغي لا بويسونس، وشنو عاطينا؟ عاطينا الطونسيون دو سورتي هو هذا. اون طونسيون سورتي ساشون كو لو كورون ماكسيمال كو دو فورني لو ريغيلاتور يدي ايغال 1 امبير، وعاطينا طونسيون لو كورون دو ريغيلاتور. اون اي ار هذا هو الكورون جينا من ريستونس، وهذا لو كورون جينا من ريغيلاتور كيساوي طونسيون سورتي. دونك اي اس ايغال اي ار بلس اي دي. دونك طونسيون سورتي كيساوي لو كورون دي سورتي كيساوي لو كورون دي ريستونس بلس لو كورون دي ريغيلاتور ديفيرونسيال. واضح؟ شنو باغي؟ واش قال لك؟ قال لك ريستونس ار. دونك اللي بغيت انا U égale R fois I.
tension à dit il va calculer R khasna IR. Donc IR égale IS moins IT. IS a atteint halina tension le courant de sortie égale 3 ampères. 3 moins le courant du régulateur maximal fourni le régulateur est 1 ampère. Donc le courant de résistance qui s'est outil à sa narce wahadi wa juge ampère. Donc d'abord le courant ou adna la tension. Donc c'est halina pour nous donner la résistance R. Donc on a une tension de résistance, une tension de régulation différentielle, parce qu'en parallèle. Maintenant, la résistance en parallèle de ma régulation, ça veut dire la même tension. Donc, U différentielle, ici où il y a le courant IR fois la résistance R, implique R égale U différentielle sur IR. U différentielle égale quoi? Égale 6. Sur IR égale 2. Donc égale 3 ohms. Donc la résistance qui est William 3 ohms. Très bien. Donc si on calcule la résistance R et sa puissance dissipée, il va être la puissance IT égale R I au carré. R égale quoi? Égale 3 fois IR, chaque qui est William IR qui est William Joule. Fois Joule carré. Donc Joule carré qui est Arba flèche qui est William Nash Watts. Donc, d'abord, c'est une semaine, mais rien d'autre. Donc, voilà l'exercice. Quelle est la tension de source? Quelle est la tension de source qui connaît le régulateur? Qui c'est où le 12 volts? C'est des marofins. Question 2. Calculer la tension différentielle et différentielle, sachant que la tension IPM est de 12 volts. Donc, tension différentielle, ou tension au bord du régulateur. What? Donc, quand on a une tension IPM égale 18 volts, on a qu'un alpha de la loi de Mayle. On a IPM égale UAM plus U différentiel. Barin U différentiel. U différentiel, on voit IPM moins IAM. IPM, que c'est votre montage, ou UAM, on voit tension source qui c'est votre nage. Donc, ce montage, c'est nage qui c'est votre ça. Donc, U différentiel égale 100 volts. Bien. N'est-ce pas la question 3? Calculer la résistance R et sa puissance dissipée. On atteint la tension des régulateurs qui c'est lié au 1 ampère, ou tension source qui c'est 3 ampères. Donc, on a IS égale IT plus IR. Donc, le courant, Z, le courant, qui c'est où est le courant? Il est pressé le courant de résistance, parce que c'est la puissance. Donc, le courant de résistance, ou le courant de sortie, moins le courant de régulateur. Le courant de sortie, ou 3 ampères, ou le courant de régulateur, ou 1 ampère. Donc, 3 ampères, qui c'est où il y a, juge ampère. Très bien. On a la puissance. Parce que c'est la résistance. On a la résistance en parallèle à ma régulateur. Ça vient de la même tension. Iden UR, U différentiel. Donc U différentiel, il déjà le 100 volts, c'est où il y a la résistance fois le courant IR, juge ampère. Donc R égale U différentiel sur UR, ça le juge, c'est où il y a 300 ohms. N'est-ce pas la puissance que l'on peut NP égale R et au carré. R déjà le 3 ohms, ou IR, le 2 ampères. Donc, le carré, il est 3 fois 2 carré égale 12 watts. Donc, Timrin, c'est le bizarre. Ou alors, Donc, Timrin, comme tu as fait, ou alors, 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 tu as fait, ou alors